امتحانات الثانوية العامة، طالب الشيطان وزه وقرر يصور فيديو من جوه لجنة امتحان اللغة الإنجليزية. الله 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 الله. طيب هل الناس اللي موجودين جوه اللجنة ما شافوهوش، ما خدوش بالهم، أو استسهلوا الموضوع أو استبسطوا الموضوع؟ الله أعلم، لأنه بمنتهى البساطة هؤلاء الملاحظين تمت إحالتهم للتحقيق بعد تداول أجزاء من أسئلة الامتحان، خصوصا في مادة التفاضل والتكامل. إيه بقى اللي بيحصل؟ خلونا نفهم أكتر من الزميل الصحفي الأستاذ أحمد حافظ، محرر شؤون وزارة التعليم بجريدة الأهرام. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا زوز. إزاي الحال؟ كله كويس؟ كله كويس. ايه اللي حصل؟ مين ايه اللي حصل يعني؟ الولد اللي صور الفيديو وقصة أسئلة التفاضل وبتاع، يعني اشرح لي وفهمني، احكي لي الحدوتة. لا، هو اللي صور الفيديو وما صورش الامتحان بس، ده صور اللجنة كلها. يا حلاوة، ليه بقى؟ يعني عايز هو ايه؟ هو صور الورقة وصور المراقبين وصور زمايله، يعني كان عامل بث مباشر تقريبا في اللجنة يعني. ما شاء الله. يعني يعني مواقف غريبة جدا بأمانة. طيب هو طلع تليفونه وصور، اول سؤال، دخل بالتليفون اللجنه ازاي؟ طبعا هو في تفتيش على اللجنه الصبح من الامن الاداري. طبعا أيوه. الولد كان خبى التليفون في مكان يصعب اليه وعد ماشي. يحصل العصا الالكترونيه الساعه 9:30، بيمرر العصا الالكترونيه كده على جهاز طارد. لا انا الخط بيقطع جامد يا استاذ احمد، الله يخليك، انت بتقول تفاصيل مهمه وانا عايز اسمعها كويس. وقف في حته فيها سامعني شبكه. كده؟ حلوه جميله. بقول لحضرتك، هو الصبح طبعا كله بيتفتش، بس في طلبه يعني بتعدي بطرقها، طرق مختلفه يعني، بالتليفون. ماشي. وفي تفتيش تاني 9:30 من خلال عصا الكترونيه كده بتمرر على جسم الطالب. طبعا في التفتيشين الطالب ما ظهرش انه معاه تليفون، وللاسف الشديد غريبه صور زمايله وصور المراقبين ونشر الفيديو. اصل التفتيش بالعصا الالكترونيه دي العصا هترن فلازم يتقفش، الغريبه انها ما رنتش. لا، في طلبه بتحطه في الشراب، وفي طلبه بتحطه برضه في اسفل الديسك، وفي طلبه بتحطه تحت الديسك من تحت كده، تحت الخشبه بتاعت الديسك. لا، طرق عندهم حيل. طيب عندهم طلع حيل. التليفون وبدأ يصور، الناس اللي كانت في اللجنة بقى يعني الملاحظين والمراقبين كانوا فين؟ اتاخدوا في الرجلين يعني. لا هو كده ما اتاخدوش في الرجلين، واحد طلع التليفون وقعد عمال بيصور الأسئلة وقعد ما كانوش بيصور موجودين جوه. يا يوسف، ما كانوش موجودين. لا، للأسف الشديد. نقطة من أول السطر، ما كانوش موجودين. وكأنهم ما كانوش موجودين. يعني هم كانوا بره الفصل؟ لا، كانوا موجودين بس ولا كانهم مش موجودين، مش مهتمين بالقصة يعني. مش مهتمين بالقصة، ما خدوش بالهم يعني. خدوا بالهم بقى وقال لك عادي. وتمت إحالتهم للتحقيق طبعا. أنا عايز أقول إن عدد الملاحظين اللي اتحولوا السنة دي للتحقيق خيالي، رقم خيالي. تشوف ده كويس ولا وحش؟ طبعا وحش، لأن الدولة كدولة عملت اجراءات السنه دي رهيبه. رهيبه، ما سابتش هفوه، مش عامله حسابها. ولكن الخطا السنه دي كله بلا استثناء من العناصر البشريه. انا اشوفه كويس. ما هو كويس من ناحيه ان الدوله ما بتسيبش حد مخطئ. ده معناه انه، شوف، ده معناه انه ده شكل كان بيجرى لسنين طويله، وانه السنه دي اصبح في تشديد مذهل على انه المخطئ يجازى ويحاسب، والامور يعني ما تعديش مرور الكرام خالص على فكره. وفي شفافيه واضحه جدا لما رئيس لجنه نفسه يكون هو المخطئ، وزاره التربيه والتعليم بتقول لك رئيس اللجنه هو المتورط في الواقع. صح. دي ما كانتش بتحصل خالص. رئيس لجنه ده ممثل للوزاره. لما الوزاره تطلع تقول انا عند الراجل اللي ممثل للوزاره في اللجنه دي هو المخطئ وهو ورا الموضوع ده، لا، دي حاجه تحصل للوزاره بامانه. دي وزاره امينه محترمه
عارفة حجم مسؤوليتها، هتحاسب المخطئ أيا كان هو حجمه إيه ومنصبه إيه ودوره إيه إلى آخره. النهاردة وقعت التفاضل والتكامل. آه. ورقة طالب غايب. غايب. النهاردة عشان بس الناس فاكرة إن الطالب هو اللي صور. لا، الطالب مش هو اللي صور. لأن الورقة اللي اتصورت واتنشرت النهاردة تخص طالب غايب. الورقة دي لما يكون الطالب غايب بتكون تحت مسؤولية رئيس اللجنة مباشرة في مكتبه. الورقة دي اتصورت من دورة مياه إحدى اللجان، كيف وصلت إلى الحمام؟ هنا يأتي دور المحقق. هنا المتورط الأول في الموضوع رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة. هيتحقق معاهم فورا. خلاص دول هو مش بس هيتحقق معاهم، هو بنسبة 99.9 دول هيتحولوا النيابة العامة. والنيابة هتشوف شغلها في هذه الحال. التحقيق أصبح عند النيابة العامة هياخد مجراه. القانون واضح وصريح. القانون واضح وصريح، قانون 205 لسنة 2020 اللي يتعمد تصوير ونشر ورقة الامتحان على منصات التواصل أو الإنترنت. أيوة. حبس مدة لا تقل عن سنة وتزيد وتصل إلى 7 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 200,000 جنيه. عدل ربنا بصراحة. يعني ده ضيع نفسه ومستقبله وضيع أسرته وقد يفصل من التربية والتعليم. ما هو إذا شخص تورط وأدين ده راجل بيضر بالعملية التعليمية كلها، بيفسد مبادئ تكافؤ الفرص، بيخل بسمعة أو بيعرض سمعة العملية التعليمية في مصر لخطر حقيقي، وبالتالي يستحمل. هو مش خد القرار، يستحمل، بالغ، خد القرار راشد طبعاً، عاقل، مسؤول، وخد قرار زي ده، استحمل بقى. حلو. وأي طالب، أي طالب اتمسك بيستقبل إجابة عن طريق التليفون رسوب سنة كاملة في جميع المواد ومعاقبة المراقب اللي واقف عليه بالحرمان من الامتحانات 5 سنين وخصم 2 شهر من الراتب. أحسن. أي طالب داخل الامتحان واتمسك معاه تليفون مغلق، مغلق، حرمان ورسوب في المادة. هتقول لي ما غشتش، ما كنتش في نية غش. لا، انت كان عندك نية الغش، القانون واضح. سؤال، هل ده قانون ولا ده قرار وزاري؟ قانون. لا، اصل القانون لا يحاسب على نية كذا. لا، حيازة موبايل ولو مغلق رسوب في المادة. اه. القرار واضح يعني. واضح. وعلى فكرة التعليمات دي موجودة في ورقة في 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 رقم الجلوس. يعني الوزارة لما حط تيجي التعليمات واضحة في ده، لما تيجي تحاسبك حط لك نقط هتمشي عليها، بيني وبينك دستور نتحاسب عليه. أخطأت في دي عقوبتها كذا، وأنت بتمضي على المحضر كده أنت عارف إن عقوبتها كذا. طب الطالب اللي صور اللجنة ده بتبقى عقوبته إيه؟ زيه زي الطالب اللي جاب موبايل لا مغلق لا لا. أو مفتوح ولا حاجة تانية؟ عقوبته رسوب سنتين. سنتين؟ اه. ده عامل زي بتاع زمان اللي بيتمسك يغش يدبسوا له الفرقه يعني الامتحان ويسقط سنتين. حضرتك راتب كل المواد السنه دي ومالكش حق تدخل الدور الثاني ولا السنه الجايه الدور الاول ولا السنه الجايه الدور الثاني. ان شاء الله تخش الامتحانات يعني 2025. ربنا يوفقك ان شاء الله. يدينا ويدي لك طول العمر. 2025. انا بشكرك جدا على المداخله وعلى هذا الشرح، لان ده مهم جدا، لانه الكلام اللي بتقوله. اشكرك جدا اولا استاذ احمد حافظ، المحرر بشؤون وزاره التربيه والتعليم، او محرر شؤون وزاره التربيه والتعليم بجريده الاهرام. الكلام اللي قاله زميل عزيز احمد حافظ مهم في اطار ايه؟ انه تبقى الامور بس واضحه قدام الكل، واضحه قدام ابنائي وبناتي الطلبه والطالبات، واضحه قدام الساده القائمين على العملية الامتحانية أو الاختبارية، عمليا المعنيين بالمراقبة داخل اللجان ورؤساء اللجان وكل من هو متعلق بهذه العملية. الكلام يبقى مهم جدا قدام أولياء الأمور، أنه يبقى عارفين كويس قوي. واحد، الموضوع ما فيهوش تهاون. والأهم من فكرة أن الموضوع ما فيهوش تهاون، أنه كمان ولي أمر الطالب الملتزم اللي مذاكر
حتى لو لا قدر الله مش مذاكر كفاية، على الأقل عارف إن العملية التعليمية بتمشي في المسار السليم بمنتهى الأمانة. واحد بيغش مع السلامة، واحد داخل يهزر مع السلامة زي اللي بيصور فيديو، والله حد متورط في شيء ما يتم التحقيق معاه وإحالته للنيابة بالقانون. هو بقى منصبه إيه جوه الوزارة؟ القانون ما بيشوفش مناصب خالص. وزي ما بقول لك أروع حاجة أنا بالنسبة لي شايفها هي إنه مش هقول لك بقى لا نص الكوبايه مليان ولا نص الكوبايه فاضي. ما هو ما فيش حته في الدنيا 100% امانه. فما تقنعنيش ان كل السنين اللي فاتت دي يعني 100% امانه. لا، هو طبعا في عناصر ما بتبقاش كده. قليلين ماشي، المهم انه اتقفشوا. عشان كده لما الزميل احمد كان بيقول لي الموضوع سيء، قلت له انا شايفه حلو. طالما بنمسك الناس اللي بتغلط وبتتحاسب بما يرضي الله وطبقا للقوانين المعمول بها في البلاد انا مبسوط. يطلع فلان الفلاني كذا منصبه كذا يتقلد الوظيفة الفلانية مش بيتحاسب، انا مظبوط. مظبوط، انا مظبوط فعلا، انا مبسوط، ده جيد جدا. طيب